الموسم الدراسي انطلق هذا الصباح، تم الاستقبال لفتح الابواب في وجه جميع التلاميذ. المؤسسه بها 16 القسم، اربعه ديال الاقسام ديال التعليم الاولي. عدد التلاميذ تقريبا حوالي 500 تلميذ. تم تهيئه الفضاءات بواحد الشكل لائق، الهيئات التدريس مؤطره لانجاح موسم الدراسي واعد. شنو هي البرامج اللي غادي تركزوا عليها لا التعليم الاولي ولا في هذا التعليم؟ الشعار الرسمي ديال هذا الدخول المدرسي هذا هو التعليم المندمج، يعني استقبال جميع التلميذات في وضعيه صعبه. استاذ كيتميز اليوم هذا اليوم الدخول المدرسي؟ اليوم تميز بواحد الشكل جيد، كانوا التلاميذ متحمسين للدخول المدرسي وحاولنا نوزعهم على حسب الاقسام، وكان الامور دازت عاديه مزيانه الحمد لله. واش لاحظتوا على انه هناك غياب ومازال عدم التحقق؟ هناك بعض الغياب في صفوف التلاميذ، ربما هناك من هو لازال مسافرا، ربما ينتظرون يوم الاثنين، ينتظرون يوم الاثنين للالتحاق بالمدرسة. هذا هو كل ما في الأمر. انتم كعنصر ديال التعليم عنصر ضروري، كيفاش واش المعنوية ديالكم هي مرتفعة؟ واش عندكم متطلبات خصهم يتهلاو فيكم شوية؟ ضروري ضروري هذا الشيء، ولكن واخا عندنا متطلبات، عندنا هذا محتاج الرفع المعنوي هذا، ولكن في الأول وفي الآخر تنشوفوا من جهة هاد الأطفال ومن جهة التلاميذ، تنبغيوهم يترقاو، تنبغيوهم يزيدوا قدام، وتنبغيوهم يكونوا مزيانين وتنفرحوا بهم. إلا أنت بغيتي تدافعي على المهنة، أش غادي تطلبي؟ ايوا لا غندافع على المهنه، متطلبات راها كثيره، فهمنا؟ عطينا شي واحد. ايوا لا ندافع على المهنه، اول حاجه نحترموا الاستاذ، هالولا احترم الاستاذ، الهيبه ديال الاستاذ ما بقاتش، فهمتي؟ وملي مشات الهيبه ديال الاستاذ تقريبا راه مشى كلشي. بغينا شويه ديال الاحترام، بغينا شويه التلميذ يحترم شي شويه الاستاذ، فهمنا؟ الاباء حتى هما، حتى الاباء، لان التلميذ تيحسوا به بحال اللي جاي شويه معمر من جهه الوالدين ديالو. الحضور ديالك اليوم في هذا اول يوم من الدخول المدرسي. انا جيت لهنايا كأم مسؤوله على وليداتها باش ندير واحد الانتقال لواحد الوليد من واحد الاستاذ لواحد الاستاذ اخر، انما لقيت الاستاذ المدير رفضا قاطعا، ولكن ملي شرح لي السبب ديال الرفض اقتنعت حقيقه. فاعله جمعويه جيتي تشوف المدير على اي موضوع؟ السلام عليكم، انا رئيسه جمعيه ينابيع المعرفه. جيت درت زياره للمؤسسه بلال بن رباح على اساس اننا باش نقادوا البرنامج ديال المنظومه التعليميه، وفي نفس الوقت نحاولوا نبداو بالانشطه التربويه.